مراسلنا من ولاية أدرار محمد بوغنيسا يوفينا بانطلاق العملية الانتخابية صباح اليوم على الساعة 7 صباحا حسب تصريح رئيس المركز الانتخابي للمدرسة عائشة أم المؤمنين بأدرار، في ظروف حسنة مع أخذ جميع التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتسخير كافة الوسائل لإنجاح العملية الانتخابية. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمركز تاعنا ومركز مدرسة عائشة أم المؤمنين رقم 6 يحتوي على 6 مكاتب للتصويت، مجموع عدد المنتخبين هنا 2172 منتخب. العملية بدأت على الساعة 8 بعد تحضير لمدة أيام من انطلاق من عملية تكوين المراقبة للمركز ولجميع المراكز. واليوم يوم العملية بدأت على الساعة 4:30، كنا نجوا إلى الساعة 5. الأمور تمت على أحسن ما يرام، جميع الترتيبات موجودة، البروتوكول الصحي محضر ومنضبط، أمور عادية جدا. أنا جينا اليوم ندو الواجب الوطني، لأنه هذا واجب على كل جزائري، لازم يؤدي الواجب نتاعو الانتخابي. رانا انتخبنا وان شاء الله يكون الرجل المناسب في المكان في المكان المناسب، والله يحفظ بلادنا ان شاء الله، الله يحفظ بلادنا ان شاء الله، الله يحفظ بلادنا الجزائر. تحيه الجزائر، تحيه الجزائر.